السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. طبعا في هذا الفيديو راح نقوم بعملية فك وتركيب مسدس أبو محالة التركي، نظرا لكثرة الاستفسارات عن هذا السلاح، لأن البعض يجي يفكه وما عاد عرف يركبه مرة ثانية. يمكن جتني تساؤلات كثيرة، يمكن بالعشرات، كيف طريقة ترجيع السلاح، كيف أرجعه، كيف أفكه، كيف أركب. فحبيت أني في هذا الفيديو أخصصه لفك وتركيب المسدس أبو محالة. قبل كل شيء لازم تأكد المنطقة اللي بتشتغل فيها تكون خالية من الأطفال، أيضا الطاولة اللي انت شغال عليها تكون خالية من الرصاص. قبل كل شيء فك أبو محالة زي ما انتم شايفين، خالي من الإطلاقات، ما في أي إطلاقات. أولا نقوم بعملية فك المقبض. نبدأ بعملية فك المقبض الطريقة هذه. طبعا إذا جيت أتعامل مع السلاح هذا، هسه أبو محالة أو أي مسدس آخر، خاصة من المسدسات القديمة لأنها أكثر تعقيدا، حاول انك تصور عشان اذا في قطعة ما عرفت لها ودي ترجع لها بعدين ان شاء الله. هذا الغطاء الاول، الغطاء الثاني. طبعا المسدس هذا الصناعة التركية، عيار 38 سبيشل، طبعا منتشر في السوق بكثرة هذا، و يعتبر ها سلاح لا بأس به، بس اني ما انصح في اقتنائه ان السلاح تعتمد عليه. بعد ما فكينا المقابض زي ما انتم شايفين الشكل، راح يكون عندك هنا اللي هو السبرنج المطرقة. راح بعدها نقوم بعملية فك السلندر بالشكل هذا. بعدها راح يكون عندنا مسمار في الجهادي، 1 2 3. راح نبدأ بفك أول مسمار. المسمار هذا شوي حتى بالشكل هذا عشان يطلع عندك المسمار. طلع عندنا اللي هو هذا، بسم الله يكون بالشكل هذا. وطول راح نفك السلندر، هذا نفك عندك السلندر على طول. تطلع هذه في لها أداة خاصة عشان اللف، أو بإمكانك بالطريقة هذه زيد اسمك كذا. مشكلة تتلف منه، في لها أداة خاصة أصلا عشان تطلع عندك، بس ما هو مشكلة هذه. بعد ما فكينا اللي هو السلندر، راح نبدأ في فك الصفيحة الجانبية. طبعا عندك المسمار هذا يختلف عن هذا وهذا، فلذلك لازم يكون في بالك تحفظ المسامير، خاصة في مسدسات سميث. أيضا قبل ما أفكه، الشغلة الصعبة في هذا المسدس هنا في المنطقة دي، في بتكون عندك قطعة لازم تكون في الداخل
لازم تعدي المنطقة القطعة هذه وتكون وراها، هذه أعقد شيء في المسدس. فكين الثلاث المسامير. قبل ما نفك الصفيحة الجانبية حاول المطرقة، ترد المطرقة للخلف بالشكل هذا، يكون عندك سيم نفس السيم هذا وتحطه في الفتحة هذه. فين الفتحة دي؟ بالشكل هذا. بعد ما تحطه في المكان هذا حاول تنزل المطرقة عشان تكون عندك هذه حرة ما يتعبك بعدين. خلاص الحين نبدأ في فك الصفيحة الداخلية بالشكل هذا. شايفين القطعة اللي قلت لكم معقدة أول ما طلعت؟ هي طبعا راح تكون مكونة من هذه، بتركب آخر شيء هذه معها سبرينج داخلي. إذا راح نفك الصفيحة الجانبية راح تكون كذا، وهذا شكله من الداخل بالشكل هذا. راح نفك المطرقة، في عندنا هذا، هذا يكون ورا السبرينج مباشر، هذا مثبت. من السبرينج بعدها عندنا اللي هو المسؤول عن تدوير السلندر، القطعة دي. بعدها عشان نفك المطرقة نحاول خلي المطرقة تروح للنص بالشكل هذا، ممكن نفك السبرنج هذا الخارج عشان يكون لنا أسهل. هذه عندنا الزناد، بعد الزناد عندنا المطرقة زي ما واضحة أمامكم. بعد المطرقة في عندنا اللي هو حامي الإبرة، هذا يسمونه حامي الإبرة، يكون في الداخل، يكون بالشكل هذا. يكون راكبة بالشكل هذا. فهذا يكون شكله يا شباب زي ما واضح امامكم بعد الفك والتركيب. هذا بالنسبه لمحرر السلندر، ما يحتاج انك تقرب. الحين نبدا في الفك والتركيب، التركيب مره ثانيه. راح ارد المطرقه مكانها، هنا تبدا في عمليه التنظيف والتزييت وما الى ذلك. الزناد
راح ارجع السبرينج مكانه هنا. شغلته معقدة هذا جدا. رجع بالشكل المطلوب. راح لازم المطرقة تكون في المنطقة دي. ما الأشياء الخلية يا شباب، زي ما انتم شايفين في عندنا الزناد، في عندنا مسمار كبير والمسمار الصغير. المسمار الكبير هنا والمسمار الصغير راح يكون في حامل الأبرة بالشكل هذا. راح يكون بالشكل هذا، بعده تاخذ السبرينج هذا ويكون في المكان هذا. يكون بالشكل هذا، شايفين الشكل كيف؟ عندنا زناد، مطرقة، سبرينج، اللي حامي الأبرة الداخلي زي ما انتم شايفين راكب من الداخل في القطعة دي. بعدها في عندنا القطعة هذه راح تكون السبرينج في الداخل وهذه تكون بيناتها بالشكل هذا. شايفين هذه تكون الخارج. بعدها عندنا القطعة هذه اللي مسؤولة عن تدوير السلندر، راح تكون بالشكل. بالشكل هذا بيت الحركة، شايفين كيف؟ اشتغل السبرينج شوي.
تبو يا شباب، السبرنجات هذه صغيرة جدا، فلذلك تطير في أي مكان تتعب في البحث عنه. الحين المطرقة راح تكون في مكانها بالشكل هذا، راح أرد الصفيحة الجانبية مكانها، الشكل هذا نروح ركب المسامير عشان يمسك لنا الصفيحة ما تنفك. المسمار الثاني طبعا في بعض المسدسات يا شباب راح يكون المسمار هذا مختلف. المسمار الثاني معلش هذا خلل يا شباب، بس انقطعت البطارية عندنا. طيب بعد ما ركبنا الثلاثة المسامير خلاص، الحين نبدأ نسحب المطرقة الأسفل بالشكل هذا، خلاص نسحب الحين باقي عندنا بالشكل السليم. الحين بقى عندنا آخر قطعة من القطع الداخلية، راح يركب عندنا السبرينج الداخلي، في له مجرى هنا، يفضل إذا عندك إضاءة. بس نصيحة نصيحة، انتبه ذا إذا ضاع عليك الله يخلف. تحاول تحرك السلاح شوي عشان اللي يحرك اللي يحرك السلندر يروح شوي يمين، راح يكون عندك بالشكل الآتي. إذا عندنا آخر قطعة هنا، راح ندفها للداخل بالشكل هذا. مع تحريك السلاح يمين يسار. في له مجرى ورا في الخلف، لعينك تحاول بس لين تلقى المجرى حق السبرينج. حاول تمسك دف يمين بالشكل هذا لين يخش معك القطع الداخلية دي.
وظيفة القطعة دي تكون ماسكة من الخلف على اللي يحرك السلندر نفسه. هذا بعد ما ركبنا القطعة، شايفين كيف راح تكون في الخلف؟ راح يطلع عندنا. بالشكل هاي راح تكون القطعة واضحة، شايفين كيف؟ هذا طريقته. الحين خلاص نبدأ رد السلندر مكانه بالشكل هذا. انت راح يكون رد مسماره تشيك العمل كيف شغال. عندنا سنجل اكشن دبل اكشن، السلندر يلف عندك خلاص امورك في السليم. الحين خلاص ما عاد الا ترجع الاغطيه مكانها. وصلى الله وبارك. واي اسئله واستفسارات تواصلوا معي ان شاء الله، ونقصر ما نقصر معكم. نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله.